السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا ان شاء الله عساكم طيبين. واحد تكلم زي كذا قبل شوي، ما علينا. صوتي رايح شوي بس بحاول ارفع الصوت عشان تسمعون. راح اتكلم عن الجنب اليوم، راح اتكلم عن نافذة الادوات بسرعة، راح اتكلم عن نافذة الاطارات بسرعة، او هي نافذة الشفائف، تمام؟ لان لو بتكلم عن كل اداة وقدرتهم يعني ما راح نخلص، تمام؟ طيب خلنا نفتح صورة عشان نبدأ نشتغل. بسم الله. خلنا ناخذ صوت الحبيب اللبيب هذا، تمام؟ ونشتغل. يلا، عندنا اول شيء عندنا الاداة هذه خاصة بتحديد اللون المشابه. لما تضغط هنا مثلا راح يحدد لك جميع الالوان المشابهة بالاسود، لو ضغطت هنا راح يحدد لك بالابيض. لاحظ هنا حدد بالاسود، هنا حدد بالابيض، تمام؟ الاداة هذه لو اللون غير متصل، تمام؟ لو عندي مثلا لون، خلونا نرسم لون هنا شوي اسود يا ولدي. لحظة، طيب الأداة هذه راح نحدد هنا، راح نحدد المنطقة هذه بس، اوكي. عندنا بالنسبة للأداة الثانية اللي أداة تحديد اللون، هذه جميع اللون الأسود بالصورة تحدده، مو بس المنفصل، حتى اللي ما مش اسمه متصل لكل شيء، تمام؟ الفرق بين هذه وهذه مثل ما قلت لك هذه تحدد جميع الألوان المشابهة، هذا حدد لون واحد بمنطقة واحدة، إذا انفصل اللون خلاص ما تحدد. بالنسبة لباقي الأدوات، مثلا عندك أدوات التحديد، عندك أداة التحديد هذه، تمام؟ هذه خاصة بالتحديد، لو مثلا بغيت تحدد بالشكل هذا، تمام؟ ممكن تحدد. أول شيء في أكثر من طريقة، في الطريقة الأولى تضغط ولا تفك الماوس، يعني تضغط وتحدد بالشكل هذا راح يطلع عندك تحديد. أما الطريقة الثانية في طريقة تضغط وتحرك الماوس راح يطلع عندك شكل أو خط مستقيم، ممكن ترسم شكل بالشكل هذا وتشتغل، تمام؟ هذا بالنسبة للأداة التحديد. هذه الأداة الدائرة. طبعا في بالنسبة للأداة هذه في أداة اسمها فيذر إيجز، تمام؟ الأداة هذه موجودة بجميع أدوات التحديد، وهي يكون التحديد ناعم مع الأطراف، فلو حددنا بالشكل هذا راح تلاحظ الزوايا صارت ناعمة، تمام؟ ولما تحط لون معين راح يكون اللون متدرج من داخل، تمام؟ عندك الأداة هذه أداة الدائرة، طبعا ما تبي شرح، لكن اللي يحتاج شرح لو ضغطت شيفت مثلا راح يرسم لك دائرة فقط، ولو ضغطت كنترول راح يحافظ على نقطة بداية الدائرة بحيث انه يرسم الدائرة خلاص يكون مركز الدائرة يعني مكان واحد ما يتغير. طيب بالنسبة للأداة المربع، طبعا أداة هذه موجود بعد في درجز بعد نفس الكلام. أداة المستطيل أداة المربع فيه خطوة معينة اللي هي أداة radius، هذه rounded edge corners اللي هي تسمح لك انك تحط مثل ما شايف الحين صار شكل مو مربع، لاحظ هنا صار تقريبا شكل دائرة، والسبب انه في أداة هنا تسمح لك انك تعدل على زوايا المستطيل تصير يعني مب كاملة الدوران يعني او مب حادة بلا صح، لاحظ، تمام؟ الفرق بين هذه وهذه، الفيذر ايجز لما يكون عندك زاوية ناعمة بس عبيت باللون، مثلا عبيت الحين لون اسود هنا، لاحظ ان اللون الاسود جاء بالمنطقة فقط، لكن لو سويت فيذر ايجز هذه والغيت الراوندد، تمام؟ خلنا على الفيذر ايجز بس، حطينا لون، عفوا خلنا نرسم واحد جديد، تمام؟ نروح الفيذر ايجز ونرفعه مثلا الى هنا، وبعدين راح نحط لون، راح يكون اللون لاحظ انه كان فيه درجات معينة متدرج. طبعا هذه الخاصية تبين اكثر مع الدائرة مع الدائرة ومع التحديد الثاني. لو حطيت الفيذر ايجز بالدائرة فينا لاحظ انه صار بشكل نقطة. هذا بالنسبة للفيذر ايجز، هذا بالنسبة للتحديد.
أداة ثانية اللي هي أداة رسم المنحنيات، فممكنك ترسم منحنى معين، انقرفته من وجهة الثوربة صح؟ ممكنك ترسم منحنى بالشكل هذا تمام، ويعني تصير ترسم منحنيات، ممكن تضغط تضيف منحنى ثاني تمام، ويعني أنت وشطارتك بالشكل هذا. بالنسبة للأداة هذه في أداة التحريك، تحريك المنحنى هنا، ممكن انك تضيف عن طريق اداة التحرير خصائص اضافية على مزاجك من هنا. في عندك مثلا اداة التحريك هذه، طبعا ما تحتاج انه ذا كله عليك انك تسوي تحرك. عندك هذا اداة المكبر، زوم ان وزوم اوت، ما في اي شيء ممكن تستغني عنه من خلال الضغط هنا. ايضا في عندك الاداة هذه مهمة جدا لاداة شفط اللون، فلو عندك لون معين بالصورة حاب تشفط لون اسود مثلا، تضغط هنا اشفط اسود، هنا اشفط ابيض. الاداة هذه تكلمت عن الادوات هذه قبل بالفيديو اللي قبل، سير عليه عشان تشوفه. ايضا الاداة هذه عندك، هذه اداة فرشاة رسم، يعني ما في اي شيء معين، يعني رسم تلوين تمام. هذه اداة القلم برضو نفس الكلام، هذه اداة التدرج، فممكن ترسم لي التدرج بالشكل هذا. في بعض الاشكال جاي جاهزة، بعض الألوان مثل فتات اللون هذا، في ألوان جاي جاهزة طبعا. فيه لو حبيت تستخدم نفس اللون أو الدرجات هذه، في هنا بعض الأشكال مختلفة، يعني هنا تلاحظ أنه خطي تمام متدرج درجتين اللون بس، لكن هنا وين راح يكون العكس، اللي هو باي لاينر راح يكون في خط واحد بالنص اللي هو اللون الأساسي، أو لو قلبتها راح يكون في خط ثاني تمام مثل ما انت شايف. بالنسبة للأدوات الباقي مثل عندك الأداة هذه اللي أداة سطل بوية، يعني مجرد تنزل تكب بوية، يعني هذه أداة المسح تمام. عندك الأداة هذه، والأداة هذه ممكن أفصلها بدرس خاص تمام، بس راح أتكلم عنها بوجه العموم. هذه أدوات نسخ صورة من صورة، تحتاج إلى درس خاص لأنه طويل شوي. باقي عندنا أداة النص، اضغط ضغطة واحدة هنا، اذا كنت بتكتب بالعربي في عندك مكتوب هنا السلام، تضغط عليه راح يكون رايت تو ليفت الكلام، فتكتب بسم الله عبد المجيب. من هنا ممكن تعدل الحجم، تعدل الحجم، تعدل الخط من هنا بعد. يا خط بسم الله. اوكي، هذا بالنسبة لأداة النص. في هنا محاذاة وغيره، في هنا التكست along path أو long path تمام، اللي هي أداة راح أتكلم عنها إن شاء الله برضو بدرس مستقل، اللي هي تمييل النصوص، فيكون عندك النص مثلا جاي بالشكل هذا ومنقلوب بالشكل الثاني. أتكلم برضو عن النافذة هذه، النافذة هذه خاصة بالإطارات والطبقات بشكل أصح. طبعا مثل ما شايف في طبقة علوية اللي هي الطبقة هذه المنفصلة تمام، في الطبقة هذه ممكن تضيف طبقة جديدة بالضغط على الزر هذا، تختار من هنا نوع الطبقة أو خلفية أو لون الطبقة. إذا اخترت اللي هي foreground color راح اختار اللون الأبيض، ليش؟ لأنه هو اللون العلوي هنا. لو اخترت background color راح اختار اللون الأخضر، لو اخترت white راح يطلع خلفية بيضاء، لو اخترت transparency هو اللي دائما نستخدمه راح يطلع شفافة، بحيث إنك تقدر ترسم أشياء فوق الطبقة هذه، كنت امشي معك الطبقة زي ما انت شايف يعني. اوكي، ممكن تدبل عن طريق الضغط هنا، طبعا عندك دبل لاير، ممكن برضو تدبل مرة ثانية، ممكن تدبل الاسم في مشاكل بهالطريقة وانت ماشي. من هنا الحذف، طبعا الترتيب بس كل عليك تمسكه وتنزله وترفعه او عن طريق الاسم هذه. من هنا الحذف. المنطقة هذه نادرة ما تستخدم، اللي هي المنطقة هذه وذي، لكن هذه خاصة برسم المنحنيات لو عندنا منحنى هنا، يعني مكان حلو انك ممكن تراجع عن الشيء سويته بضغطة واحدة، بدل ما تسوي كنترول زد كنترول زد كنترول زد، تروح للمنطقة اللي انت تبي تضغط عليها راح يرجع العمل مثل ما كان، او انك تتقدم. لكن خليك حذر، لو انك ضغطت هنا سويت تعديل معين امسح اللي بعده، يعني من هذا وتحت راح يمسح تمام، فخلاص راح يكون هنا مبدأ، فخلك حذر بالنقطة هذه. إلى هنا إن شاء الله انتهيت من درس اليوم.
ان شاء الله الدروس الجايه راح تكون عن طريق راح نبدا بالتصميم، راح نبدا نصمم بعض الاشياء عن طريق برنامج الجيمب. في طبعا باقي بعض الاشياء فوق مثل الفلاتر وغيره، هذا كله عليك تسويه، تضغط وتختار اللي تابع الفلتر وتجرب التاثير بس، ما تحتاج شرح ان شاء الله. شكرا لكم، اشتراك سبسكرايب، عجبني لايك. غيرناها. درجين 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 درجين. يلا مع السلامة.